من فرنسا قبل ما نخرج من فرنسا، معرض فلاحي يعطي الأمل للسادة الفلاحين على الأقل، وتونس ربي سبحانه وتعالى حباها بموقع على المتوسط فيس تو فيس مع أوروبا. يعني 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 أليس منكم رجل رشيد؟ يعني أقل حاجة تتعمل في تونس يمكن أن تتباع في أوروبا، خاصة الأورو. شوف فارق وشوف الأورو ماذا يساوي، وشوف البوفوار، شوف الطاقة الشرائية لدى مواطني مئات الملايين من أوروبا، من عشرات الدول الأوروبية. لكن تونس هذه باش تعرفوا، هذا الذي يأخذنا إلى المستقبل ويأخذنا، شاد التاريخ هو ومدخلنا التاريخ. هاو التاريخ كيف ندخله في باريس في هذا المعرض. وتعرفوا معرض الفلاحة في باريس زاروا عادل اللطيفي وكتب فيه، لكن هذه التصويرة، شوفوا التصويرة، شوفوا التصوير، هذا جناح تونس، هذا جناح تونس، هذا جناح تونس بباريس. شكرا لهذا الرجل. أعطونا 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 ماذا كتب عادل لطيفي حول هذا المعرض حتى نستقبل ضيفنا أرجوكم. تدوين عادل لطيفي المقيم بباريس قال: اليوم زرت معرض الفلاحة في باريس اللي هو من أكبر معارض في هذا المجال، قسم فلاحة من العالم في برشا بلدان أفريقية. كيف تشوفوا جناح تونس للأسف تحشم على روحك يا روحك. إيه؟ من غير ما نزيد، عبارة على نصبة فيها عارض وحيد مع شكري ليه. نعم، في ركنة، جاي في ركنة ما تفوتش 3 أمتار، بجنبه جناح كوت ديفوار، كوت ديفوار اللي مواطنيها عملوا العار وقلنا راهو استعمار، وجبنا طيارة والطيار وقلنا لهم روحوا ورجعوا للدار. هذيك هي كوت ديفوار، هذيك قال لك الجناح متاعها تقول مدخل نزل ومنظم، وأكبر منه تقريبا عشرات المرات مع برشا عارضين متنوعين، مؤشر بسيط على مسيرتنا نحو التأخر وقت اللي غيرنا يتقدم. تونس العلو والشاهق، الله يعطيكم تيحة من فوقها إن شاء الله حتى يرتاحوا الركاب على الأقل الأخرى، ونرتاحوا من هذه القمرة الخبيثة، القمرة القيادة الخبيثة. نذهب إلى موجة أخرى لنستقبل ضيفنا، ابقوا معنا وأهلا وسهلا بكم.